نفس الحكايه. يعني انا بتكلم، انا بعرض الفيديوهات دي كظواهر لحاجات سلبيات لازم الدوله ولازم الحكومه تهتم بيها ولازم الوزارات تهتم بيها، لانها هتوصل للاعلام، والاعلام في الوقت اللي هو بيدعم فيه خط بناء دوله ديمقراطيه مدنيه مش ممكن يسيب خراب يشتغل ويكمل، صعب. ندعم دوله ديمقراطيه مدنيه وندعم هذا التوجه ونساعد عليه ونشد على أزره وندفعه إلى الأمام ونفديه بأنفسنا على أن يستقيل. أنا ما بطالبش إن حد يستقيل، الاستقالة دي لما تفسد أو تخون وتكون مهمل عن عمد، ماشي، أنا مش هستخدم اللغة دي، لكن أنا بقول إذا أنت ما اهتمتش لهذا الشأن وحد تدخل فورا شاف الناس دي ازاي وصل المرحلة في محطة مترو الشهداء الى ان الزحمة تبقى للدرجة دي، لا يبقى عندنا ادارات لا تستحق ابدا ان تكون في مكانها. معدلات التقاطر ممكن تكون مشكلة، انقطاع الكهرباء ممكن يكون مشكلة، بس احنا بقالنا كتير ما عندناش انقطاع كهرباء الحمد لله. عدد قطارات المترو ممكن يكون مشكلة، اغلاق محطات ممكن يكون مشكلة. بص الناس بتصرخ ازاي، طب انا النهارده لو ست من الستات دول اتهمت ولد من الولاد دول بالتحرش، طب لو وشوفنا الفيديو وقف الفيديو قدام اي قاضي، طب القاضي هيقول ايه؟ هو دي بيئه؟ هو ده مناخ؟ فين رئيس هيئه المترو بقى؟ فين رئيس هيئه المترو؟ فين المسؤولين على المحطات دي؟ ازاي وصل للدرجه دي؟ وصلت الدرجه دي امتى وازاي؟ لا طبعا دي حاجات لازم يا جماعه انا بوري لكم بالوثائق، انا مش هتكلم كلام من الهوى او من دماغي، انا بوري لك لسه فيديوهين بتوع السطو المسلح، وادي حاجه اهي برضو ومنتشره جدا، والحاجات دي ما بتقفش، الاعلام ما زعهاش، اي حد يزعها اليوتيوب اي حاجه، عشان ما حدش يقول الاعلام برضو مش عارف ايه، ما تتجنوش علينا يا جماعه، لا دي مش تجني، انت ما تسيبها كده، دي خطيئه وخطيئه كبيره، ولازم تنتبه ليها، ولازم الساده الوزراء يهتموا بيها، ولازم وزير النقل يهتم، ولازم رئيس هيئه المترو يهتم، ولازم رئيس الوزراء يهتم، وشوف ايه اللي حصل الايام دي، حاصل ايه في معدلات التقاطر، بص الناس عامله ازاي، ما ينفعش. كلنا في وادي، واخواننا في قريه طناش في امبابه في وادي تاني خالص. احنا عاملين تقرير، ناس بتقول انه في اثار تحت